شهر العطف وشهر الصفح وشهر الطاعة والإيمان. السلام عليكم ومرحبا بكم، كما راكم تشوفوا أم الإسلام وحبيبتنا المغربية قاعدوا معنا اليوم الثاني، والمغربية تشهات بكبوكة كما راكم تشوفوا أم الإسلام راهي تدير فيها، ومن جهة بعد ما نصبتها راح تدير طبق أو مقبلة اللي هو بابا غنوج، راح تحطو لكم في قناتها على ما أظن حطتها، نخلي لكم إذا حطتها نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو. بعد ما كملت انا يا ما رحتش اليوم لدار جدي، يعني لقيت وقت كبير، يعني لقيت ليستا، درت البطاطا حطيتها حطيتها طيب، ومن جهه رحت لصدر تاع الدجاج، صدور تاع الدجاج عفوا، كما راكم تشوفوا تبلتها الوصفه سبق وحطيتها في القناه للتذكير، نحطها لكم في صندوق الوصف اللي يسمى بغات تستطلع على هذا الوصفه. بعد ما تبلتها خليتها، يعني لازم تتبل واخر لحظه يعني خممنا واش راح نديرو، لازم تقعد ترتاح، يعني من الاحسن تبليها في الليل. بعد ما كملت رحت صليت العصر، يعني هذا هو روتيني اليومي، نصلي العصر، بعد ما نصلي العصر نقعد نقرا شويه في المصحف. ضيق وقتي، كنت نروح لدار جدي ما عنديش الوقت باش نعت لكم كلش، نقرا شويه في المصحف لاني نقرا في بعد ما نصلي صلاه العصر، وكي نروح نصلي التراويح كذلك قبل ما نبدا نصلي التراويح نزيد نقرا شويه في المصحف ثم في المسجد. المهم بعد ما قريت شويه في المصحف نعاود نروح نكمل الشيء اللي اسمه خليته يتبل. كما قلت لكم تقدروا، هو من الاحسن اذا خممتي باش ديريه غدوه تبليه في الليل وخليه باش يتنكه احسن واحسن. المهم راني نخلي لكم فيديو اسفل فيديو. هنا بعد ما كملت قريت في المصحف رحت درت الكسره المطلع. هنا انا حنستعمل كما راكم تشوفوا ما لوحش الضربه الاولى سينوج، لانه ماما يضرها، كما خطره وحده في التعليق قالت لي سينوج بركه ومذكور في القران، نعم عزيزتي، لكن حقيقه ماما صح يضرها على هذا، وانا عجنتها وراني نقرص فيها، فهذا الوقت الطاجين لازم يتحط يكون سخون. بعد ما تطلع الكسره، يعني كسرتينا ثلاثه تطلع، يعني درت لكم المباشر عليها في القناه قبل وشتو ما تستغرقش وقت. هنا لازم الكسره تاعك باش تجي مليحه لازم تقعدي تحركي فيها. الطاجين اللي ما فين نخدموا به تكسر ليله رمضان، وشرينا هذا ما عجبنيش، يعني ما نعرف كيفاه ما عجبنيش، مش كيما اللي كان عندنا. المهم انا هنا درنا اربعه، لان رانا قلت لكم المغربيه وام الاسلام راهم عندنا في الدار قاعدوا معنا اليوم الثاني، لانه ام الاسلام شويه تعبانه مع اكاك، وكي سخفت المغربيه على بكبوكه دارت لها. كما راكم تشوفوا شامبينيون حمصته ولحت اصدر الدجاج جبن وزدت لحت الشامبينيون، زوج ما لحت لمش لانه ام الاسلام وولد خالتي ثاني حيفطر عندنا تشهى ما ياكلش عفوا الشامبينيون. كيما شتو فارسيتهم من بعد نقفلهم بالابره والخيط، خلي جنب باش من بعد تقدري تجبدي لهذاك الخيط يتجبد. كيما شتو درتو في الفرينه من بعد في البيض من بعد في الخبز، ولحتو في مقلات وراح نستفهم كيماكم ونغطيه ونخليه على نار ناقصه راه يطيب، ما تقولوش ما يطيبوش قاعدش في المقله. من بعد البطاطا بعد ما نشفت من هذيك الماء تاعها، انا حنا هكا نرحيو البطاطا لابوري هكا. كما راكم تشوفوا لحت الزبده ولحت الجبن والحليب طبعا هكا، خلاص لابوري واجده ساجيه لا تخلط مع لا والو. هنا البكبوكه ثاني واجده كما راكم تشوفوا عاقد، لاصوص تاعها عاقده، الجاري وبالاحرى شوربه فريك واجده، وهذه هي طاوله الافطار كما راكم تشوفوا ساجيه من كلش، يعني حطينا كلش، بقى نستناو الاذان فقط.
هنا المغربيه الحمد لله عجبتها البكبوكه، عجبها الطبخ الجزائري، كلشي جاها بنين، الجاري والبكبوكه الجاري تعشق فيه. هضرت مع الوالده تاعها وقالت لها يديروا جاري تحم بنين، راح تروح باش تزيد طيبها لماها، بغات تن معجبها بغات تذوقوا لماماها. ثاني صدى الدجاج عجبها، يعني هنا يعني نركز على الاكلات التقليديه الجزائريه عجبوها. بعد ما فطرنا وخلصنا اكيد درنا واش لازم يدير، من بعد خرجنا في الليل، خرجنا غير جهه وين يعني قريب للدار، مرحبا ما بعدناش. رحنا اول شيء كيما طاحوا البنات كنا نعشقوا في لي ساندرز سواري ولا صبابط ولا سيكان، يعني ما كانش لي ما تشتيش. هنايا دخلنا بالصدفه عجبوني دو ساندال، اكيد ساندال سواري. هنايا صراحه نحسب في روحي كعدني كعدت مركزه مع هذوك لي ساندال، ما صورتش مليح، لكن وعد مني اذا شريت فوريس لهنا راه يشطح. هنا راح نعتو لكم بتوليه كعش، كنت مركزه مع الساندال ما صورتش مليح، لكن اذا خيرت وحده فيهم راني نقول لكم ان هذه هي ديتها. ها واك شوف ما بانت لكمش مليح، يعني ما تولاتش حتى نخرجت باش تولات، ما صلحت ليش نعاود نرجع ونعاود نصور. المهم بعد ما شفنا وش عجبنا وش ما عجبناش في هذا المحل، رحنا المحل بعد ما خرجنا نخرجوا ونروحوا، رحنا للمحل اللي لاصق فيه اللي هو ستار شوب، فيه الملابس تاع الاطفال تاع الاولاد البنات. رحنا نشوفوا كاش ما نلقاو الريسلان. المهم شفنا وش لازمش ما لازمش، هذا ونخليكم مع الفيديو، ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم، نخليكم مع مقتطفات والسلام عليكم وصحة صحوركم. قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى، يا طه قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. الشوق إليك ينادينا، فنحن مددنا يدينا، يا شهر العطف وشهر الصفح وشهر الطاعة والإيمان. بالصوم تطيب أمانينا وبه تزدان مبادينا، بالصوم تطيب أمانينا وبه تزدان مبادينا. شهر الذكر شهر الشكر شهر الرحمة والإحسان، موسم بذل للصدقات مصدر كسب للحسنات، شهر البسمة شهر الرحمة شهر العودة للقرآن. الشوق إليك ينادينا، فنحن مددنا يدينا، يا شهر العطف وشهر الصفح وشهر الطاعة والإيمان. الشوق إليك ينادينا، فنحن مددنا يدينا، يا شهر العطف وشهر الصفح وشهر الطاعة والإيمان. بالصوم تطيب أمانينا وبه تزدان مبادينا، بالصوم تطيب أمانينا وبه تزدان مبادينا. شهر الذكر شهر الشكر شهر الرحمة والإحسان.
مبدل للصدقات، مصدر كسب للحسنات. شهر البسمة، شهر الرحمة، شهر العودة للقرآن. الشوق إليك ينادينا، فنحن مددنا يدينا. يا شهر العطف وشهر الصفح وشهر الطاعة والإيمان.